عنا موضوع كتير مهم سلمى، دائما بنقول قانون الجذب لجذب الطاقة الإيجابية. محطتنا الأخيرة أكيد رح نفوت فيها مساحة خاصة للحديث عن مفهوم بيلامس جوانب حياتية لكتير منا. رح نحكي عن قانون الجذب. قبل ما يضيع أي هدف أو نية وتحاول أنه تجذبها، لازم نتعلم بعض الخطوات الأساسية اللي لازم نعمل عليها من أجل الحصول على أهدافنا. أول خطوة لهذا الشيء هو التنظيف الداخلي. وللحديث بشكل موسع عن قانون الجذب وهالموضوع بالذات، في صباح نغير معنا اليوم مريم العيسى، خبيرة مهارات تدريب اختصاصية وعي أنثوي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك أهلا وسهلا. يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا حبيبتي. بداية خلينا نحكي عن التنظيف الداخلي وشو المقصود بهذا المفهوم. تمام. هلا بداية ليش نحن بنحكي عن هذا الموضوع تحديدا؟ لأنه في كتير أشخاص بتسألوا إنه نحن بنعمل بسمعوا قانون الجذب، فنحن بنشتغل بنحاول نعمل تمارين، بيعرفوا إنه هو مجموعة من التمارين أو بيركزوا على شيء معين بس ما عم نجذب، أو بيلاقوا إنه في ناس عم تساوي الشيء اللي هن كانوا عم يفكروا فيه يعني. فالقصة إنه في خطوات أساسية لازم يكون الشخص متبعها ومساويها قبل ما يفكر أو يبلش بموضوع قانون الجذب، وهي إنه نحن بنعمل شيء اسمه تنظيف داخلي. هو طبعا كذا خطوة بس من ضمنهم أول خطوة هي التنظيف الداخلي، يعني ببساطة أنا لحتى أكون مستقبلة للهدف اللي أنا حاططه. مثل أنا لما بدي، خليني أجيب لك مثال، بدي نظف غرفة عندي أو بدي أجيب أثاث جديد، خليني أقول لك، فأنا أول شيء بعمله أني أنا بنظف وبطلع الأثاث القديم، بعدين أنا بجيب شيء جديد يعني. فكل واحد فينا نحن عنا الهالة اللي حوالين الجسم اللي هي الجسم الفيزيائي حوالينا دائما لكتير أسباب بتتلوث، خليني أقوله، فبتعمل نوع من البلوكات أو الحواجز بين الشخص وطاقته بتنخفض لحتى فبيبطل يستقبل الأهداف اللي خليني أقول بيكون حاططها أو حاطط بذهنه أنه يستقبلها. لهيك هي الخطوة ليش بقول أساسية، لأنه هي قبل ما أفكر أنا حتى بموضوع أني أنا بدي أجذب أصلا، بدي يكون أنا مستعدة منطفي وحاطة أساس مثل ما بيقولوا قبل ما بلش بهي الخطوة وأكتب الهدف. التنظيف الداخلي خليني أقول لك أنه ببساطة كلياتنا بنتعرض لهذا الموضوع لأنه له كتير أسباب. خليني أقول أنه أحياناً كلياتنا بشكل يومي بنتعرض بسبب مثلا خليني اقول لك الاجهزه الكهربائيه، هي اول شيء. شغلات ثانيه الافكار السلبيه اللي بتصير عنا بتعمل نوع من البلوكات كمان سواء فينا او بالاشخاص اللي قدامنا. كمان خليني اقول لك اي شيء نحن تصرف بنتصرفه بيخلينا نشعر بشعور تانيب ضمير او بشعور ما نحلو باختصار. واكثر شيء خليني اقول لك تانيب الضمير، لانه هو كانك انت عم تبعتي رساله للكون انه تانيب الضمير شو يعني؟ يعني انا حدا عامل شيء وضميري عم بيأنبني، فبالتالي أنا لازم عقوبة. فبصير كل هاي التصرفات اللي احنا بنساويها نوع من البلوكات أو الحاجز نحن لازم نزيلها لحتى نقدر نبلش بقانون الجذب. نعم. خلينا نحكي، نحن هلأ بآخر عام 2018 يعني شهرين ورح نبدأ صفحة جديدة بعام جديد. كتير مهم نحط أهداف، كتير مهم نطوي صفحة عام ما زبط معنا شيء ونبدأ بعام جديد. حكينا عن أول خطوة واللي هي التنظيف الداخلي. اليوم اللي عنده أهداف معينة حابب يحققها، كيف ممكن انه يرتب افكاره بعد ما ينظف جسمه من او عقله خلينا نقول من الافكار السلبيه ومن ترسيبات الماضي؟ كيف فينا نبدا بالخطوه اللي بعدها حتى نقدر فعلا نجذب الاشياء المنيحه او اللي بدنا اياها؟ تمام. هلا خلينا بس نقطه صغيره نضوي عليها انه نحن لساتنا بالخطوه اللي قبل يعني. موضوع التنظيف اول شيء نحن كيف بدنا نعرف انه نحن عنا اصلا او بحاجه للتنظيف؟ مثل ما حكيت انا كلياتنا بحاجه للتنظيف بشكل مستمر، وفي كتير وسائل التنفس. طبعا انا ما بدي فوت بتفصيل كل وحده لانه بكل وحده منهم في مراجع. فالشخص بس انا راح اعطي عناوين والشخص نفسه بيرجع لمراجع كتير ممكن من خلال العنوان يرجع يعرف وينها. التنفس بيعمل تنظيف، التأملات، الملح الخشن، ملح البحر تحديدا، في طقوس دينية معينة، في كتير قصص ممكن تخليني. وفي أحيانا أنت ممكن تلجأ إلى مختص بالطاقات أو مختص الريكي أو هدول الطاقات، هنا بيعرفوا تماما كيف يعملوا لك هذا التنظيف. يمكن تسمعيها حتى تتأمل، هي بترافق خليني إليك التأملات أو الكذا. فهذا نوع خليني إليك بداية لازم نحكي قبل ما نحكي شلون يعني بدنا نحن نفوت بالهدف. شغلة تانية عندي في شيء اسمه مصفوفة القيم، يعني أنا لازم أكون أعرف قيمي بداية قبل ما بلش حتى أكتب الهدف. ليش لازم أعرف قيمي؟ أنا إذا بسألك اليوم كيف بتلاقي، كيف ممكن توصفي لي أحلى شيء بالحياة بالنسبة إليك؟ إمتى أنت بتقولي أنا عايشة حياتي مثل ما أنا بدي؟ شو الأشياء اللي أنت مصفوفة قيم يعني قيمك، شو الأشياء اللي أنت أي شيء بتعطي قيمة بالحياة فهذا قيمة بالنسبة إليك. تختلف القيم أكيد من شخص لشخص. ليش إحنا بنقول عنه مصفوفة قيم؟ لأنه بتختلف منك إلى لإلي أنا. وليش مرتبطة بموضوع الأهداف؟ لأنه ببساطة إحنا ما بنعرف مصفوفة قيمنا أو ما بنكون مدركين عنا هذا الوعي، فمنروح بنطلب هدف بعارض قيمنا.
هذا الهدف بيتجلى احيانا وبيدخل بحياتنا بس نحن بندمره بننزعه، لانه نحن ليش من الاساس ما بنعرف مصفوفة قيمنا. وشو اللي بيخلينا اصلا ننزعه؟ انه نحن ما بنعرف. يعني انا رح اعطي مثال احيانا، او خليني اقول لك الغالبيه العظمى من الرجال اذا بتجي بتصفي لهم مصفوفة القيم عندهم، الاغلبيه عندهم العمل مثلا، هن في كذا وحده بس خليني اقول بين العمل والاسره، بتكون العمل اعلى من الاسره. هو بيقول لك لا انا بيتي واسرتي وكذا، بس هذا الشخص اذا اجته فرصه عمل مثلا، هو طلب او حط هدف من اهدافه انه انا بدي فرصه عمل لحتى اطلع برا واشتغل، او بدي مو ضروري سافر، بدي فرصه عمل احسن شغلي، فبتجي فرصه عمل على سفر مثل ما طلب، وخليني اقول افضل من اللي طلبه. هي الفرصه العمل بتكون على حساب الاسره وبتكون على حساب تواجده معهم وشغله. فشو بيتحجج هو؟ بيختار طبعا انه يسافر، فبيتحجج هو بانه انا ايه ما انا عم بشتغل مشان هي الاسره، تمام. لكن هو حقيقه لو كان عنده الاسره اعلى كقيمه فرح يضل، رح يلاقي خيارات تانية. على العكس مثلا سيدة كمان بتحط هدف، بتقول أنا بدي سافر، أو بدي فرصة عمل كتير كبيرة، أو بدي مثل، أو بدي يكون إعلامية، فبتجي هي بالنسبة إلى الأسرة غالبا بتكون قيمة أعلى، فبتجي شو بتعمل؟ بيتجلى الهدف عندها، بعدين بتعمل شيء اسمه تدمير ذاتي. يعني هي ليش؟ لانه هي ما كانت تعرف انه هذا الشيء، طبعا بتبلش لانه هي هلا من دفعه ومتحمسه وتحقق الهدف وكل شيء، بتبلش بعدين بتدمره. ليش؟ لانه اجى على حساب القيمه الاعلى. لهيك نحن قبل كمان موضوع الهدف ما نحطه، شو بدنا نساوي؟ نعمل مصفوفه القيم. وطبعا في له تمارين معينه، انه انت بتحطي تمرين معين وبتحطي قيم كامله، وبعدين بتبلشي تقيمي منهم لحتى يصف عندك اعلى 5 قيم انت بناء عليهم بتحطي الهدف اللي بدك. طيب انت حكيتي عن فكره كثير مهمه، يمكن اول مره نطرحها، هي مصفوفة القيم. كيف فينا نحطها ولو سريعا اذا بتقدري تشرحي؟ هلا انا مثل ما قلت لك، انت كل شيء بتعتبري بالحياه بيضيف لك، او اذا انا اجيت قلت لك شو افضل وضع انت بالنسبه لك اليوم، امتى بتوصفي لي حياتك انه هاي انا حياتي اليوم مثاليه؟ شو الاشياء اللي بحياتك لحتى تقولي عنها؟ فهي الاشياء اللي انت عم تحطي لها قيم. مثلا انا بدي اكون عايشه بحريه، بسلام، خليني اقول سلام داخلي، صحه، لانه بعد كثير شغلات انا شفتها مع السيدات انه عم يحطوا لها مصفوفه قيم، فدائما الصحه، لانه فعلا انت اول شيء بترتفع قيمه الصحه، لانه دائما بتلاقي انه انا بلا صحه ما فيني يكون بسلام، بلا صحه ما فيني يكون مع اسرتي، بلا صحه بلا صحه. فنحن كمان هي القصه، مثلا اذا واحد حط هدف بيعارض شيء بصحته، لا بيقول لك انا المهم هدفي المهم حققه، وبعدين بتلاقي هو لحاله بيتراجع عن هدفه وبينزعه. لانه فلازم نحن مثل ما قلت لك الصحه، الامان، السلام، الاسره، العمل، المال، الوفره، السفر، اي شيء انت بالنسبه لك له قيمه وله اولويه عندك فبتحطيهم، خليهم 10 20 30 خليهم 100، تمام. بعدين بنرجع نحن من هدول ال100 من كل شيء في عندنا نحن مفردات بتأدي تقريبا لنفس المعنى، اللي هي مثلا السعاده والامان والحريه، خليني اقول لك كلياتهم بناخذهم بوحده، نختصرهم بوحده، فبنضل بنختصر من هي لحتى يطلع عندي تقريبا 10. بعدين هدول ال10 كمان بين بعضهم انا شو بعمل؟ هي ولا هي؟ انا فهي، طيب هي ولا هي؟ هي، فبيطلع عندي اخر شيء اعلى 5 قيم عندي. هدول ال5 قيم لازم انا اطلعهم قبل ما احط اهدافي، لانه انا ببساطه لو تجلى الهدف عندي، عملت قانون جذب وصار الهدف عندي، فهو رح يعمل نعمل شيء اسمه تدمير ذاتي، وبالتالي بينتزع الهدف عشان ما يكون في عوائق بتحقيق الهدف. بالضبط هيك انت بتكوني عم تكتبي هدفك بوضوح، انا بعرف بدي هالشيء وليش بدي اياه، تمام. طب خلينا نحكي شوي كمان مريم معنا، قانون الجذب. كثير من الاحيان اشخاص مثلا بيشوفوا صوره معينه انه يا ريت لو انا هون، وبعد فتره بيتحقق هذا الشيء، او يا ريت بعرف هذا الشخص وبعد فتره بيتحقق هذا الشيء. فخلينا نحكي عن قانون الجذب، كيف بيزبط بالصدف نحن بدون ما نعرف، كيف ممكن نحن نستقصد انه نجذب؟ تمام. هلا بدايه قانون الجذب هو قانون كوني، فهو شغال سواء نحن اشتغلنا عليه او لا. يعني انت عم تقولي في شخص احيانا بيشوف صوره فبعد فتره بيلاقي هي الصوره تجلت بحياته، تمام. هلا هي خليني اقول لك منظومه من التقنيات انت بتعمليها فبتوصلي. هذا طبعا اذا كان انت قاصده انه انت تعملي جذب. نعم. كيف بتزبط هي القصه ونحن بنقول عنها صدفه؟ صدفه ما في، هي ما في صدفة، بس أنت بهي اللحظة اللي شفتي فيها الصورة كانت مشاعرك وأفكارك وترددك مناسب لأنه طلقتي تردد هذا الهدف، تمام؟ ليش أنا عملك هي منظومة أشياء؟ لأنه مشاعرك بتلعب دور، أفكارك بتلعب دور، سلوكك بيلعب دور، وبالتالي حتى تصرفك لما أنا بلشت بدي أجذب، أنا شو الشيء الخطوة اللي اتبعتها بعدين؟ هلأ في أشخاص إذا كان جذبهم خطأ وترددهم منخفض بيجذبوا بطريقة خليني أقول لك سلبية. كيف يعني سلبية؟ يعني واحدة مثلا ممكن تكون بدي سافر بدي سافر بدي سافر، أوكي، لكن هي تردد عندها، يعني شو يعني مشاعرها دائما سلبية، أفكارها دائما سلبية، صح قالت بدي سافر، فشو بتعمل؟ بيجيها السفر، بس للأسف كيف ممكن خليني أقول لك تتعرض لحادث وتضطر أنه هي تسافر
مشان شو تعمل العملية أو شيء، فهي سافرت جذبت الهدف لكن بتردد سلبي مناسب لطاقتها. لهيك نحن دائما بنقول لازم نرفع طاقتنا ونرفع ترددنا ومشاعرنا. كيف الشخص بده يجذب بطريقة متقصدة؟ هلا اليوم نحن بنعرف إنه في قانون جذب، وهو شو بنص على إنه هو كل ما تشعر بما تفكر فيه معظم الوقت. يعني إنه هون النقطة الأساسية هو الشعور تجاه الأفكار اللي إحنا بنفكرها. أشخاص تقول لك لا هو اللي بتفكر فيه، لا، لأنه إحنا بنفكر باليوم، في مدارس قالت من 60-70 ألف فكرة باليوم، مو هدول الأفكار اللي عم نحكي عن الأفكار اللي هي بتشغلك معظم وقتك، وحتى مو الأفكار اللي بتشغلك معظم وقتك، هو شعورك تجاهها. فالشعور تجاه الفكرة، أنت كيف قلتي من شوي صدفة، لا هو مو صدفة، أنت جبتي الشعور المناسب بلحظة مناسبة. يعني ما في صدفة بالحياة أبداً. أبدا الحظ الملائم، إذا بدنا نقول حظ، حتى حظ ما في، لكن هو توافقك أنت بهي اللحظة، توافر الظروف يعني، في توافقك أنت واستعدادك. لأنه بس لما تشوفي حدا مثلا تلتقي بشخص من دون ما تكوني أنت على، يعني خلينا نقول أنه أنت مزبطة هذا الظروف المحيطة، هي صدفة. كيف يعني؟ كيف يعني أنت التقيتي بشخص ما بتعرفيه مثلا؟ إيه التقيتي فيه، التقيتي فيه ما بتعرفي، هي مو صدفة. في أشياء أنت بتتصرفيها بالحياة، طريقة تفكيرك. هلأ إذا بنحنا نحكي عن شخص معين بحد ذاته، فأنت بتكوني جذبتي المواصفات مو الشخص نفسه. يعني إذا بدنا نحكي عن جذب شريك الحياة، فجذب شريك الحياة نحن لما بنحكي فيه بنحكي فيه بأنه أنت تجذبي المواصفات مو حدا بعينه. لأنه شوفي الأشخاص، إذا بدنا نحكي بهذا الموضوع، طلعنا نحن موضوع الجذب شوي، فتنا الأشخاص إلهم إرادة. يعني مثل ما أنت عندك طاقة للجذب، فالأشخاص عندهم طاقة ممكن يقاومك، ممكن يكون هو عنده حلم تاني وعنده طريقة تانية، عنده طريقة تفكير تانية، فبتصير في مقاومة بالأشخاص. أما الأشياء والأهداف فما عندها مقاومة تجاه الإنسان، الإنسان بيسعى إلى، بيبعت له موضوع، بيتصرف أو بيعمل تقنيات الجذب، فبالتالي بيقدر يسحبها. أما الأشخاص إلهم إرادة، فممكن يقاوموك. نعم مريم، يعني فتحنا سيرة أنا وياك وسلمى كتير طويلة، وهلا يعني بدها حلقات معينة حتى نحكي فيها. فشكرا لكل المعلومات اللي عطيتينا إياها. نتمنى كل المشاهدين يجذبوا دائما الأشياء الإيجابية دائما ما بنقول. شكرا لوجودك معنا. شكرا مريم، ورح نحكي بعدين بهذا الموضوع، لسه في عندي تساؤلات كتير.